لسه باب القبول والتقدم للجامعات الخاصة والأهلية مفتوح، وفي أماكن بالفعل شغرة ومتاحة للطلاب في الترم الثاني في عدد كبير من كليات الجامعات الخاصة والأهلية. خلونا نتعرف على هذا الأمر من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا بيه. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. كلمنا عن شروط الالتحاق، هل يمكن أن يحدث ذلك في الفصل الدراسي الثاني وكيف يمكن أن يحدث؟ لا طبعا هو ممكن يحدث في نظام في الفصل الدراسي الثاني نظام الدراسه بنظام الساعات المعتمده. ايوه. طبعا احنا عندنا اماكن كثيره فاضيه في الكليات فاضله في الدور الاول. هذه الاماكن بتصل تقريبا الى حوالي 21,000 مكان، ودي بتسمح بقبول طلبه جدد. حوالي الطلبه يعتبر ان العام الدراسي بتاعهم بيبتدي مع بدايه الفصل الدراسي الثاني، وبالتبعيه هيبقى تخرجهم 6 أشهر متاخرين عن زمايلهم اللي التحقوا بالفصل الدراسي الاول. طيب ازاي بيتم التقديم يا فندم؟ هل في اختبارات للقبول في كليات معينه؟ ولو كده ايه هي؟ لا، اختبارات القبول موجوده بس في 4 جامعات اهليه، اللي هي جامعه سلمان وجامعه العالمين وجامعه المنصوره. دي الجامعات الاربعه الاهليه هي اللي بتعمل امتحانات قبول عشان تكون ما يسمى باسم المجموع الاعتباري. المجموع الاعتباري ده بتمثل فيه الثانويه العامه 70% من الدرجه، ويمثل الامتحان 30% من الدرجه. لكن باقي الجامعات الاهليه كلها التقدم لها هو تقدم مباشر الكتروني على الصفحه الالكترونيه بتاعه الجامعه. يعني ابرز الاماكن المتاحه في كليات الصحيه يا فندم، الطبيه كلها موجوده. كل الانواع موجوده، بس مش شرط انها تكون موجوده في كل الجامعات، لكن اللي عايز حاجه هيلاقيها. زي لكن يعني طبعا كل الكليه كل الكليات الاعلى او احنا بنسميها الكليات الصحيه بالذات والكليات اللي عليها الطلب، العدد اللي موجود فيها يعتبر مش يعني مقارنه بالكليات النظريه اللي موجود فيها على الاقل. ايوه. هل في كليات جديده تفتح ابوابها يا فندم؟ لا، مفيش كليات جديده تفتح في الدور الثاني خالص، احنا مانعين هذا الموضوع تماما عشان ما يحصلش نقل للطلاب ما بين الجامعات وبعضها ويحصل خلل في داخل الكليات. فاحنا دايما الكليات الجديده لابد ان تبدا في بدايه العام الدراسي. طب لو كليه يعني موجوده بالفعل، هل ممكن الطالب يحول من كليه لكليه في الترم الثاني؟ لا، ممنوع. احنا نقبل الطلبه الجدد فقط، لكن هي ليست وسيله للتنقلات ما بين الجامعات وبعضها. اخر موعد لتلقي الطلاب امتى يا فندم؟ يوم 9 فبراير باذن الله تعالى، يوم الخميس 9 فبراير. هل اختلفت الشروط عن الترم الاول؟ نفس الشروط ونفس حدود الدنيا للقبول، هي بالضبط. طب هو ايه الحد الادنى او الفرق بين الحد الادنى في كل في الجامعات الاهليه والكليات الخاصه؟ الجامعات الخاصه زي بعض بالظبط، مفيش اي فروق. وفي كليات معينه لقيت قبول اكتر من الطلاب عن غيرها، او ايه هي لو في يعني اكتر الصحيه؟ كليات الصحيه عليها طلب كامل. طب لو طالب حصل على الثانويه العامه العام الماضي، هل من حقه انه يتقدم؟ من حقه، الثانويه العامه صالحه لمده سنتين، اللي هي السنه اللي فاتت، السنه اللي احنا فيها والسنه السابقه. من حقه يتقدم طبعا، ما فيش اي مشكله خالص. وبعد كده خلاص ليس لها الشهاده كده يكتفى بها؟ لا، في امتداد لمفعول الشهاده، بس في جامعه واحده بس اللي هي جامعه المصريه للتعلم الالكتروني، اللي احنا اللي هي حلت محل التعليم المفتوح، ودي عملنا فيها امتداد لعمر شهاده الثانويه العامه الى 5 سنوات عشان نسمح للناس اللي هم ما لحقوش يخشوا الجامعات او بيشتغلوا ان هم يجدوا برضه مكان للتعلم الجامعي. طب دكتور محمد، هل في نصايح حضرتك تحب تقدمها للطلبه اللي هيقدموا للتنسيق؟ يعني هل في حاجه احنا مثلا اسئله احنا يمكن ما قلناهاش حابب حضرتك تنصح بيها الطلبه اللي لسه هيقدموا للتنسيق؟ انا طبعا اللي انصحهم بيه طبعا ان الضغط الكبير سوف يكون زي ما قلنا على الكليات الصحيه. الكليات الصحيه الاماكن اللي موجوده فيها ما هياش كبيره، فكل واحد لابد انه يدرس المكان اللي هو هيكتبه او هو هيحاول يقدم فيه، هل هو ممكن يجيله ولا مش ممكن يجيله.
وطبعا ده بيعتمد على مجموع الثانويه العامه بتاعه. كل ما يكون مجموع الثانويه العامه بتاعه متقدم كل ما هتبقى فرصته احسن، وكل ما يكون مجموع الثانويه العامه بتاعه اقل كل ما تبقى فرصته اقل. طب والاماكن المتاحه بكليات القطاع الصحي؟ موجود في كليات في اماكن في كل القطاعات، الطب فيها والاسنان والصيدله وطب والعلاج الطبيعي والتمريض، كل ده فيها اماكن، بس اماكن متفرقه في جامعات متفرقه. كل الشكر ليك دكتور محمد حلمي الغور امين مجلس الجامعات الخاصه والاهليه، شكرا ليك يا فندم، اتمنى اكيد التوفيق لكل الطلبه اللي هيقدموا للتنسيق في الترم الثاني، وزي ما الدكتور قال فبراير هو اخر ميعاد، فيعني اللي حابب ان هو يقدم يلا اعملوا كده بسرعه. بالظبط.